السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على نوع من انواع الاغذيه طعمه لذيذ جدا وكلنا نحرص على وجوده معانا في طبق الفطار يوميا، وهو البيض. البيض له فوائد كتيره قوي لينا كلنا، وهنعرف النهارده ايه السر ورا فوائده، وهل في ناس يجب ان تتجنب تناول البيض، وهل في عدد معين من البيض مسموح لينا كلنا، كل واحد فينا على حسب سنه، على حسب ظروفه الصحيه، على حسب نشاطه الرياضي، وهل في انواع معينه من البيض يفضل ان احنا نركز عليها في النظام الغذائي بتاعنا، وهل في طريقه مثلى لتناول البيض بطريقه صحيه مفيده بالنسبه لنا. ان شاء الله هنتعرف على هذه النقاط النهارده ببساطه وباختصار في هذا الفيديو. اهلا وسهلا بكم، معاكم دكتوره ساميه سليم، استشاري طب الاطفال والغدد والسمنه، زميل بكليه الطب بجامعه عين شمس، واستشاري تغذيه علاجيه. البيض من الأغذية الرائعة جدا اللي هي المفروض تبقى موجودة في النظام الغذائي لينا كلنا، لأن البيض مش بيرفع الكوليسترول، البيض بيرفع الكوليسترول النافع وليس الضار. يعني إيه؟ بيرفع الكوليسترول اللي هو يسمى عالي الكثافة أو الـ HDL، اللي هو مفيد جدا لصحة القلب والأوعية الدموية. وفايدة الكوليسترول النافع إن هو أي نسبة كوليسترول زايدة في الدم بيروح على طول موديها للكبد، والكبد بيقوم بتكسيرها والتخلص منها، فبالتالي هو مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية. الحاجة الأخرى بقى، إيه السر وراء فوائد البيض؟ البيض السر وراء فوائده إن هو بيحتوي على نسبة عالية من البروتين، كل بيضة بتحتوي على 6 جرام بروتين، وده مهم جدا لبناء العضلات والكتلة العضلية، بالإضافة إلى أنه بيحتوي كمان على فيتامينات كلها بتذوب في الدهون، بيحتوي على فيتامين دي وفيتامين كي وإي وإي، وكمان بيحتوي على فيتامين بي، بيحتوي على الكالسيوم، على الفوسفور، على الزنك، على السيلينيوم، على اليوتين، على البيوتين، بيحتوي على عناصر غذائية مهمة جدا، ودي السر وراء فوائد البيض. أول فايدة مثبتة علميا للبيض أنه له دور مهم جدا في صحة الدماغ. طب ليه؟ لان هو بيحتوي على ماده الكولين. ماده الكولين دي بتدخل في الناقل، في تكوين الناقل العصبي الاستايل كولين، اللي هو بيساعد على تحسين القدرات العقليه والذاكره والتركيز. فمفيد البيض لينا كلنا، للاطفال، للمراهقين، للكبار، غذاء حلو قوي يجب ان نحرص عليه كلنا. ايضا البيض من فوائده الرائعه جدا ان هو له دور مهم جدا في علاج الانيميا وصحه الشعر. كل الناس اللي عندها تساقط في الشعر، البيض من الأغذية الذي يجب أن يحرصوا عليها، نظرا لاحتواء على الفوليك أسيد، احتواء على البيوتين، احتواء على الفيتامينات اللي أنا ذكرتها، كل ده بيحسن الأنيميا وبيحسن الشعر وبيقلل من تساقط الشعر. أيضا من الفوائد المثبتة علميا للبيض إن هو له دور فعال في تحسين المود، وده لأنه بيزود النواقل العصبية أو بيساعد على تكوين النواقل العصبية اللي بتدينا الإحساس بالسعادة، وهو الدوبامين والسيروتونين، وده ميزة حلوة قوي بالنسبة للبيض كنظام غذائي، واللي هو بيدخل في الأنظمة الغذائية وما بيزودش الوزن، وده بالذات للناس اللي عايزة تحسن المود من غير ما تزيد في الوزن. كل الناس اللي هي عايزة تحسن المود بتاعها كلها عندها اعتقاد ان انا لو كلت شوكولاتايه، بسكوتايه، حلويات شرقيه، جاتوهايه، كيكه، تورته، عصير، مياه غازيه، انا كده مزاجي هيتحسن. هو هيتحسن، هيتحسن بس لمده ساعه بس، لان كل الاغذيه دي كلها بتروح رفع سكر الدم، بعد كده بيترفع هرمون الانسولين يروح منزل سكر الدم، فبتدي شعور مؤقت بالسعاده والراحه، بعدها بيعقبها اكتئاب، بعدها بيعقبها الرغبه في تناول نفس الحلويات اللي احنا كنا بناكلها. طبعا الشوكولاته الغامقه معانا دي من الاغذيه الحلوه قوي اللي بتحسن المود، لكن البيض بقى فيه ميزه حلوه قوي ان هو بيحسن المود كمان فتره طويله، ممكن 4-5 ساعات او 6 ساعات. ايضا البيض له ميزه حلوه قوي ان هو بيدينا الاحساس بالشبع. طب ليه؟ لان هو يعني اساس تكوينه هو دهون وبروتين، ودي من الحاجات الحلوه قوي اللي بتدي الاحساس بالشبع، بالاضافه الى ان هو بيساعد على سرعه التمثيل الغذائي وحرق الدهون، فبالتالي بندخله في كل الانظمه الغذائيه اللي بتساعد على انقاص الوزن، وبالذات البيض المسلوق. ايضا من الفوائد المثبته علميا للبيض ان هو له دور مهم قوي في صحه العين، ده نظرا لاحتوائه على اليوتين. اليوتين ده بيمنع التنكس البقعي في العين، يعني ايه؟ بيمنع تدهور النظر مع السن. كل الناس بعد سن 50 بيبتدي يحدث عندهم تدهور في النظر، فالبيض من الأغذية الحلوة قوي اللي تمنع تدهور النظر مع السن، ويجب أن نحرص عليه كلنا، مش بس كبار السن، الأطفال الصغيرة
لأن معظم الأطفال دلوقتي ماسكة الموبايلات وده بيأثر على نظرهم. الناس اللي عندها ضعف في النظر، البيض من الأغذية التي يجب أن نحرص عليها كلنا عشان نحافظ على نظرنا وصحة نظرنا ونمنع انحدار البصر مع السن، لأن هو مش بس بيحتوي على اليوتين كمان بيحتوي على الزنك اللي هو بيمنع أيضا تنكس البقعي أو انحدار البصر مع السن. البيض أيضا من الأغذية المهمة جدا لصحة القلب والأوعية الدموية، لأن زي ما قلت في البداية البيض بيساعد على رفع نسبة الكوليسترول النافع وليس الضار. كل الناس خايفة من البيض عشان الكوليسترول، البيض بيرفع الكوليسترول النافع وليس الضار، وده زي ما قلت بيخلصنا من الكوليسترول الزيادة وبيساعد على تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية. البيض من الأغذية اللي بتحسن وظيفة العضلات وبتساعد على بناء العضلات والعظام، وده لأن البيض بيحتوي على نسبة عالية من البروتين سهلة الهضم سهلة الامتصاص، لدرجة أن كل بيضة بتحتوي على 6 جرام بروتين، بالإضافة إلى أنه هو مهم أيضا لصحة وبناء العظام نظر لاحتوائه على فيتامين دي وكالسيوم وفوسفور وزنك. بيحتوي على عناصر مهمة جدا لصحة وبناء العظام وصحة وبناء العضلات، فمهم جدا للرياضيين ومهم جدا لينا كلنا في مراحل عمرنا ومهم جدا للكبار عشان يحافظوا على عضلاتهم وعلى عظمهم مهما كبروا. أيضا البيض من الأغذية الحلوة قوي اللي لها دور فعال في إبطاء الشيخوخة، إبطاء وتأخير الشيخوخة. طب ليه؟ لأنه بيحتوي على نسبة كولاجين عالية. نسبة الكولاجين العالية الموجودة في البيض دي لها دور مهم جدا في تحسين تكوين الجلد ونضارة البشرة ومهم جدا لصحة المفاصل والعظم كله، فدي حاجة حلوة قوي نحرص عليها عشان نساعد على إبطاء الشيخوخة وتأخير الشيخوخة، بالذات لو احنا ماشيين على نظام غذائي صحي. البيض من الأغذية الحلوة قوي اللي بترفع المناعة للأطفال وللكبار ولكل المراحل العمرية، عشان كده مهم جدا نحرص عليه. طيب مين الناس التي يجب أن تتجنب البيض؟ الناس اللي هي عندها حساسية للبيض، دول يجب أن يتجنبوا تناول البيض، ودول نسبة قليلة مش كبيرة. طيب بالنسبة بقى لمرضى الكوليسترول أو المرضى اللي عندهم نسبة عالية من الكوليسترول، دول مسموح ليهم طبيا بتناول بيضة يوميا. يوميا مفيش حاجة اسمها يوقفوا البيض خالص، لا، يتناولوا البيض بمعدل بيضة يوميا. بالنسبة للناس الأصحاء اللي هم مش بيمارسوا الرياضة يتناولوا بيضتين يوميا. بالنسبة للناس الأصحاء اللي بيمارسوا الرياضة يتناولوا 5 بيضات أو أكتر يوميا على حسب نشاطهم الرياضي وعلى حسب ظروفهم الصحية ونوع الرياضة اللي بيمارسوها. أيضا السؤال اللي بيطرح نفسه بقى، هل يفضل البيض المقلي ولا المسلوق ولا المضاف لخضار؟ كل الأنواع تفضل، بس يفضل إن احنا نتناول الصورة المسلوقة لأنها نسبة الدهون اللي فيها قليلة وبتساعد على الإحساس بالشبع وبتساعد على سرعة تمثيل غذائي وحرق الدهون. لكن هذا لا يمنع إن احنا ممكن نقلي البيض بقليل من الزبد ونتناوله، وحتة نتناوله بقليه عن طريق قليل من الزبد دي مهمة جدا جدا. الزبدة عموما مضاد أكسدة قوي جدا وبتتحمل الحرارة، ما بتحولش بالحرارة إلى مادة مؤكسدة مسرطنة. الزيوت النباتية اللي انتوا بتقلوا بيها بتتحول إلى مادة مؤكسدة مسرطنة مع الحرارة، بالإضافة إلى إن هي فيها نسبة أوميجا 6 عالية بتزود نسبة الالتهابات في الجسم، فما فيش مشكلة خالص إن احنا نتناول البيض في صورة مقلية بس بقليل من الزبد وليس الزيت. والكلام الجديد، قليل من الزبد خير من كثير من الزيت. أيضا ممكن إضافة الخضروات للبيض. إضافة الخضروات للبيض من الحاجات الحلوة قوي اللي بتزود فوائد البيض في النظام الغذائي بتاعنا كلنا، أطفال كبار مراهقين. طيب إيه هي بقى أفضل أنواع البيض التي يجب أن نتناولها؟ البيض المراعي اللي هو متربي على اللي هي الدواجن، بتبقى متغذية على النباتات والأغذية الطبيعية الغير مهرمنة، أو البيض المخصب بالأوميجا 3. في بعض مزارع حلوة قوي أو أماكن بتساعد على الدواجن على إن هي تتغذى على الأوميجا 3، فبالتالي البيض بيبقى فيه نسبة عالية من الأوميجا 3. البيض المخصب بالأوميجا 3 ده بيحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3، ودي بتقلل نسبة الدهون الثلاثية في الدم، يعني بتقلل نسبة الدهون الثلاثية اللي بتزود استعدادنا للجلطات وكل الأمراض المزمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.
طيب هل الناس بقى اللي هم بيتناولوا البيض بصورة نيئة يعني غير مطهية، هل ده صح أو خطأ؟ في ناس كده كوباية لبن يكسر عليها بيضة أو بيضتين ويشربها، هو هيستفيد من العناصر الغذائية الموجودة في هذه التركيبة البيض واللبن، بس البيض النيئ بيحتوي على ميكروب السالمونيلا. كل 100 بيضة تقريبا ممكن في بيضة تكون تحتوي على بكتيريا السالمونيلا. البكتيريا دي بتعمل نزلات معوية لدرجة ان هي ممكن احيانا توصل الى الموت وفقد الحياة نتيجة الديهايدريشن والقيء والترجيع والنزلات المعوية الحادة، وفي نسبة كبيرة من الناس بيحصلها كده في امريكا. عشان كده مهم جدا نتناول البيض في صورة مطهية. الخلاصة ايه؟ البيض من العناصر الغذائية المهمة جدا لازم تكون في النظام الغذائي بتاعنا، ومهم جدا يتناوله حتى مرضى الكوليسترول المرتفع بس باعتدال بمعدل بيضة يوميا. مهم أيضا الرياضيين يتناولوه بنسبة 5 بيضات أو أكتر. مهم جدا نحرص على بيض المراعي. مهم جدا نتناوله بكل الطرق ويفضل الطريقة اللي هي المسلوقة. في سؤال بيطرح نفسه وكتير من الناس اللي بيسمعوني ممكن يقولوه، هل الناس اللي عندهم حموضة وارتجاع في المريء لو كلوا بيض لوحده من غير خضروات يتعبوا؟ نعم، يعني في ناس دلوقتي بعد ما وانا بقول الفيديو ده يقول انا ما اقدرش اكل البيض يا دكتورة، انا اول ما اكل البيض اتعب. البيض عشان يدخل للناس اللي عندها حموضة وارتجاع في المريء وعشان يدخل لنا كلنا، يفضل تناول معاه طبق سلطة خضراء او خضار او شرايح خضار. مهم جدا تناول طبق السلطة الخضراء مع البيض، كده هنزود القيمة الغذائية للبيض وهنقلل من شعور الحرقة أو ارتجاع المريء أو تعب المعدة أو ارتجاع أو حموضة المعدة. مع تمنياتي بالصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم.